دائما بنتناول ضمن صباحنا نيرمين بنحكي عن المشاكل النفسيه اللي بتمرق بحياتنا، انه ممكن تكون بيوم من الايام تتحول لمرض نفسي، وبالتالي رح تاثر على سلوك الانسان بشكل كثير مباشر، ممكن تاثر على سلوكه اليومي، على عمله، على مجتمعه، على اهله. صحيح رشا، والمشاكل النفسيه اليوم عم نشوفها كترانه بالمجتمع نتيجه الضغوطات الاجتماعيه وظروف الحرب ومختلف الازمات يلي عم نعيشها. كثير بنشوف رشا اشخاص بيخافوا من شيء معين، هذا الشيء بيتحول بعدين لحاله من الاكتئاب والاضطراب والفوبيا. رح نحكي اكثر عن المشاكل النفسيه وكيف ممكن نحن نعالجها مع الاختصاصيه النفسيه رشا عمره. يسعد صباحك. صباح الخير. اهلا وسهلا. يسعد صباحك وصباح السعاده والطاقه الايجابيه والتفاؤل. تفاؤل. بداية قبل ما نفوت بأنواع الاضطرابات النفسية والأمراض النفسية، خلينا هيك علميا نعرف اليوم شو معنات الأمراض النفسية. هلأ الأمراض النفسية هي مفهوم واسع كتير، بس بدنا نفرق بينه وبين الأمراض العقلية اللي نحنا دائما العالم بتخلط فيها. الأمراض النفسية هي السايكولوجي اللي بيأثر على تفكير الإنسان، مشاعره، سلوكه يعني. وهديك الأمراض العقلية أو الاضطرابات العقلية هي شيء له علاقة ببيوكيمياء الدماغ، ممكن وراثة، ممكن بالجينات، فبيختلف عن هذا الموضوع. نعم. الاضطرابات النفسية هو ما يؤثر على إدراك الفرد لذاته وللآخرين، ما يؤثر على مشاعره مع ذاته ومع الآخرين وسلوكياته ضمن المجتمع اللي بيعيش فيه ومع الأفراد بالعمل، بالحياة، بالأسرة بشكل عام. نعم. أيضا بدنا نحكي اليوم عن أنواع، في مو يعني مو كل نوع نحن أو مو كل إنسان حيمرق بنفس ظروف الإنسان الآخر. اليوم في تأثيرات إلى تسميات طبية، خلينا نحكي اليوم عن أهم المشاكل النفسية، عن أهم المشاكل اللي عم تزوركم كأخصائيين نفسيين. هلأ في كتير مشاكل عم يعانوا منا الناس بهذا المجتمع وبالظروف اللي نحن عم نعيش فيها. أكثر المشاكل اللي هي هلأ منتشرة هي الاضطرابات النفسية اللي بتتعلق بالاكتئاب والقلق. صحيح. كونهم هدول الاضطرابين بيدخلوا بيتداخلوا بشكل كبير بأي اضطراب نفسي آخر. نعم. وبنفس الوقت أنه هن هدول الاضطرابين كمان ممكن يتداخلوا مع الاضطرابات الذهانية اللي حكينا عنها اللي هي الاضطرابات العقلية. كونه هلأ نحن بظروف صعبة وعنا ضغوط حياة كتير صعبة وقاسية على الآخرين والمجتمع اللي نحن عم نعيش فيه، فالاكتئاب هو نحن بنعرف هلأ أي حدا بيكون عم يحكي مع حدا بيقول له والله أنا مكتئب. هلأ كلنا مكتئبين يعني اليوم، ما أنا حالي مرضي ما في نصف منفع. تماما. هلأ احنا ما فينا أي حدا منزوع مرأه منزوع مزاجه نقول له أنه أنت مكتئب. صحيح. الاكتئاب هو اضطراب له محكات تشخيص محددة وواضحة بتظهر على الفرد من خلال هو يا أما هو بينتبه على حاله أنه عم يتغير شيء فيه، أو أنه في آخرين عم ينتبهوا أنه هذا الإنسان عم يتغير فيه شيء. صحيح. تمام. حضرتك حكيتي عن الاكتئاب كونه هو واحد من اكثر المشاكل النفسيه شيوعا بالمجتمع، طيب خلينا نعرف ولنفرض الاكتئاب، كيف بيعرف الشخص حاله اذا مكتئب ولا لا؟ هلا هو في له توقيت محدد، يعني مثلا انا ما فيني اذا اليوم كان مزاجي مانو رايق اقول انا مكتئبه، ما فيني اذا تخانقت مع حدا اقول انا مكتئبه. بده يكون مثلا اقل شيء انا عم عاني من الاعراض لمدة أسبوعين متواصلين، في عندي محكات أساسية اللي هي أرق أو نوم زايد أو عدم انقطاع الشهية أو أكل زايد، يعني شوفي نحن في عنا حالة تضاد يعني تماما. في عندي زيادة وزن أو انخفاض وزن، في عندي ممكن يدخل في ضمن المحكات إنه هذا الشخص بينعزل، ببطل يحب رفقاته، يبطل يطلع على شغله، يبطل أي شيء بيخلق له البهجة والسعادة. بيختلف عن الإنسان الزعلان الحزين اللي مثلا صار عنده حالة وفاة، بيختلف تماما، هو فقد الشغف ما بقى في عنده. شو بيختلف يعني؟ هلأ الحزين اللي صار عنده مثلا حالة وفاة لنفترض، الأعراض بتجي لفترة معينة بعدين تختفي تدريجيا. الشخص المكتئب لا، هي الأعراض مستمرة، يعني ممكن الحزين إذا قعدوا معه رفقاته، ممكن إذا صار في شيء بيسعده ممكن يقدر يبتسم، المكتئب ما بيقدر، ما في شيء عم يخليه هو يعني ليش بده يبتسم؟ ما في شيء يخليه سعيد.
ولا في شيء بيخليه إيجابي ولا في شيء بيخليه متفائل بالحياة. طبعا هذا الشيء كمان له علاقة ببعض الهرمونات والنواقل العصبية اللي هي بيصير فيها خربطة بتأثر على مزاجه بشكل عام. طيب ذكرنا بالمقدمة الخوف، هلأ كلنا عندنا خوف بس ولكن في أشخاص خلينا نقول تحت مسمى فوبيا أحيانا بيقولك أنا خايف، أنا بمرق بهالقصة بحس أنه أنا في إنذار، أحيانا بحس بشيء أو بحس أنه في خوف بس هو يمكن يكون مجهول، يمكن من قصص معروفة بالنسبة له. في أشخاص بتكبر القصص، بتخاف من الشيء مثلا اللي ممكن يكون 1% ممكن شكل خوف تكبر القصة. في ناس بتخاف من المجهول، قديه صعب اليوم الشخص اللي بخاف من المجهول اللي هو ما انه مدرك انه هو ليش خايف اصلا. هلا الخوف له علاقه بالقلق، والخوف دائما نحن بنقول للاخرين هو شيء مكتسب، يعني انا ما بخلق خايفه بس انا ممكن اكتئب نتيجه خلل يصير عندي بهرموناتي بشيء ممكن اكتئب. بس انه خاف هذا شيء مكتسب. شو يعني مكتسب؟ يعني انا ما بخاف مثلا، في كثير هلا سيدات، شكرا انك سالتي على فكره، في كثير بنات وصبايا بخافوا من القطط. تساليها ليش بتخافي؟ ما بتعرف بس هي بتخاف. انا بخاف. هي بتخاف. هلا لما بسال انا ممكن هي بمرحله الطفوله بمرحله ما بموقف ما هجمت عليها قطه او شافت اما خافت قدامها او شافت حدا خاف قدامها ضلت بذاكرتها القصه، بتنسى القصه وبيبقى الاحساس الشعور شعور الخوف بتصير بتخاف. هلا هدول في ناس بيخافوا من القطه بس ممكن هن يشوفوا قطه. في ناس مثلا بيخافوا اذا كان المكان فيه قطه، تخيلي وهن مو شايفينها للقطه بس من كتر الخوف اللي عندهم بيعرفوا انه هون في هاي القطه، بعقلهم الباطن ببلش يتبرمج على هاي النقطة. هلا هي فوبيا هون. الناس اللي بتخاف من المجهول مثل ما ذكرتي حضرتك هو القلق المستقبل. تمام، قلق انه هو ما عم يقدر يوازن. في عنده ضغوط من الماضي بتخليه تمنعه يفكر بالمستقبل والحاضر الان، فبيبقى في عنده خوف انه ما بيعرف شو بده يعمل، ما عنده بلان واضحه لبكره شو بده يعمل، حتى لو شاف قصص نجاح، حتى لو كان هو شخص ناجح بعمله، فهو دائما في عنده حاله توتر وقلق من المستقبل انه انا، وبيستخدم كلمه بلكي ما نجحت، بلكي ما قدرت، فبيبقى بحاله دوامه ودائره ما بتنتهي من الافكار اللي هي افكار ملحه بتعطل مسير حياته، حتى لو كان عم ينجح بشكل اوتوماتيكي ولكن بتعطل مسير حياته للمستقبل. كثير كمان بنسمع اشخاص رشا اليوم بيقولوا انا محبط، يعني هي بيكرروها كيفك اليوم انا محبط. نعم. فانا اعرف كمان شو حاله الاحباط، يعني لاي درجه من الحزن والتعب الواحد بيكون واصل حتى في وصف حاله محبط وكيف بيقدر بيطلع منه. الاحباط هو فقدان الشغف، انا ما عاد في شيء بيعنيني بالحياه. الاحباط هو نتيجه تعرض لصدمات متكرره، ممكن هي تكون تفاصيل صغيره، يعني مثلا انا عم اقول لك صباح الخير لنفترض، ما رديتي عليه بالطريقه الانفعال تبعي تبع صباح الخير، ما رديتي عليه بنفس القوه والشغف. تمام، مع انك صديقتي فانا بزعل شوي، بحبط انه ما بتحبني، بطلت تحبني، تبقي رفيقتي ولكن بيبقى في عندي شعور تغير. انه ما بقى في الشغف لصباح الخير تبعيتك. الانسان الطبيعي باليوم الواحد ممكن يتعرض لكثير من هي المواقف. هلا اذا هو حساس زياده واذا كمان مثل ما قلت لكم عنده بعض محكات الاكتئاب او القلق كاضطراب بسيط، اي سلوك بيتعرض له من المواقف المحبطه بتكون اوفر عنده زياده عن اللزوم. الاحباط هو شيء نحن بنسميه اذا زاد عن حده اسمه الانهيدونيا، هو فقدان الشغف. يعني مثلا انا بحب اسمع فيروز، بطل ما بتعنيني، بحب اللبس، الميك اب، الاكل، بحب الطبخ، ما عاد يعنيني. هلا هذا ليش بيصير؟ كمان انه الظروف الماديه والظروف الاجتماعيه والاسريه والبيئيه والى اخره كلياتها بتتراكم عند هذا الشخص اللي عنده استعداد فبيصير شخص محبط. قد ايش سمعتي كلمه انا فقدت الرغبه بالحياه بهي الفتره؟ ما بتتخيلي قديش انا كل يوم، يعني هو خلينا نقول مو مع، يعني نحن في لنا اسباب صار لايف ستايل هو تماما، يعني ولكن نحن اليوم بدنا نقطع، ولكن كرمال نقطع هاي الفتره ونكمل، نحن بدنا نكمل يعني شئنا ام ابينا يعني بالنهايه. تماماً.
بحاجه للتدريب. أكيد. واليوم الاخصائي النفسي كثير مهم بحياتنا، وكثير ثقافه تعميم الاختصاص النفسي بحياتنا كثير مهمه، وخاصه نحن نكسر هذا الحاجز انه انا خلص انا عندي مشكله، انا تعبانه، انا بتوجه لعندك فورا، انا ماني اليوم مضطره اسمع فلان بده يقول عني مثلا ينعتني بكلمه مدري شو جنت مثلا يوم عم تزور، هي اصغر كلمه بيقولوها لاي شخص ممكن يزور طبيب نفسي اليوم. خلينا نحكي اليوم من خلال الناس اللي عم تشوفيها ومن خلال القصص اللي تسمعيها من الناس، شو اهم الحلول اللي بتوجهيها للناس؟ وهل اليوم عم تكون المشاكل مشتركه بين الاشخاص اللي عم يزوروكي؟ هلا اول شغله بدنا نفرق بين الطبيب النفسي والاخصائي النفسي. الطبيب النفسي هو دارس طب ومختص طب نفسي، بعدين الاخصائي النفسي دارس علم نفس وارشاد نفسي ومختص بعدين بالماجستير والدكتوراه. نحن كاخصائيين نفسيين نحن مو بس على الاضطرابات، نحن حتى للاشخاص الاسوياء، يعني شخص عنده اتخاذ قرار محتار بنقول له روح عند الاخصائي النفسي لحتى تتناقشوا انت وياه لتقدر تاخذ القرار الصح. الاخصائي النفسي كمان مو بس لانا كون حزينه روح لعنده، نعم. حتى انا بحياتي الطبيعيه روح لعنده. الشغله اللي انا بحب اوضحها للاخرين انه النصيحه اللي بتاخذها من رفيقك هي ابدا ما بتكون محل الاخصائي النفسي. ابدا، مختلفه تماما، لانه الاخصائي النفسي هو شخص اكاديمي دارس مراحل سنوات ومراحل ونظريات ومدارس علم النفس والى اخره، فهو ادرى بالراي والنصيحه والحل اللي بده يعطيها اكثر من صديقك. لانه مثل ما قلتي، نعم. نحن كاخصائيين نفسيين موصومين انه اخصائي نفسي الله يسترنا، طيب ليش؟ ما انا انسان طبيعي واي حدا بيجي لعندي هو انسان طبيعي. صحيح. بحاجه حل وانا ممكن ساعده بالحل. يعني لا اللي عم يجي لعندي هو انسان مجنون، ونحن ما عندنا شيء اسمه مجنون بعلم النفس. ولا انا شخص بتعامل مع المجانين. هذا نظره المجتمع للاسف يعني. تماما، هي المشكله، ونحن بهذا الوقت كثير بحاجه للاخصائيين النفسيين لاي شيء واي قطاع واي مجال بالحياه هو بحاجه وجود الدعم النفسي، لانه اذا انت ما قدرتي الصبح تكوني متحفزه وعندك شغف لشغلك فممكن انت يصير عندك احتراق بعد فتره انه انت عم تستهلكي من مشاعرك وطاقتك وما عاد فيكي تكوني هذا الشخص المتالق. صحيح. خاصه في مجالات عمل مثل حضرتكم، انتم كثير مهم يكون عندكم القلق والدافعيه والشغف والابتسامه و الى اخره، فانا بنصح دائما بوجود انه في احيانا بنلاقي هيك بنسمع عباره كن طبيب نفسك، هي دائما بيقولوها ودائما بينصحوا انه لا انت واجه مخاوفك، انت ساعد حالك، ادعم حالك نفسيا، لانه ممكن ما يكون عندنا هذا المحيط المريح اللي هو يساعده، ممكن المحيط هو اللي يسبب لنا هي المشاكل نتيجه ضغوط معينه، كيف نحن ممكن نحافظ على حياه نفسيه صحيه قدر الامكان؟ هلا لنحافظ على صحه نفسيه سويه قدر المستطاع، كن طبيب نفسك انا ما كثير معه، لانه بمراحل ومواقف انت بحاجه داعم نفسي، ولكن في بعض النصايح انه بنقول لهم لا تقلق، لا تكره، لانه المشاعر السلبيه بتؤدي لافكار سلبيه وبالتالي سلوكيات سلبيه، لا تخفض توقعاتك من الاخرين ولا ترفع سقف توقعاتك منهم، بالوسطي المعايير الستاندرز تبعيتك مع الاخرين بتعاملك مع الاخرين خليها معايير متوسطه، لا ترفع المعايير لانه بعدين تفقد اصدقائك وبتفقد المحيط وبتصاب بالاحباط، ولا تخفض معاييرك حتى ما تلاقي حالك ببؤره ما تعرف تطلع منها. صحيح. الرياضه كثير مهمه، كثير 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 مهمه، هي مو بس مشان نحن نعمل جسم حلو، لا، لحتى تساعدنا انه نحن الدوره الدمويه تمشي بطريقه صحيحه، تنتظم هرموناتنا، تنتظم افكارنا، تساعدنا على التامل نوعا ما، تساعدنا على الاسترخاء، نقدر نفكر بطريقه سليمه وصحيحه. نتشكر حضورك لليوم، وان شاء الله هيك الصحه والسلامه لكل حدا عم بشوفنا اليوم، ودائما نحن بحاجه لوجود الاخصائي النفسي بحياتنا، دائما نحن بنضوي ضمن صباحاتنا على هاي النقطه يعني، وبنرجع بنقول خاصه بهي الظروف كرمال نقدر نكمل ونكون بحاله نفسيه خلينا نقول صحيه، نعرف من حالنا يعني الضغوطات اللي عم تمر علينا احيانا، يعني ولو مشكلة ممكن بسيطة تخلينا نخرب نهارنا كلنا، نزعج اللي حوالينا، فخلينا هيك ما نقول، ما بدنا نقول سياسة التطنيش، ولكن دائما نقول يلا حنمرقها. التجاوز والتقبل. تجاهل، قد ايه التجاهل فن بالحياة؟ رائع.
خلينا عليه. اهلا وسهلا. اهلا فيكم، شكرا لاستضافتي.